بيت القاضي واحد من أهم وأشهر الشوارع في قلب القاهرة الفاطمية، وده لأنه بيربط بين حي الجمالية والحسين والمعز. في بداية الشارع هيلفت نظرك يافطة مكتوب عليها بوابة بيت القاضي اللي اتبنت وقت حكم محمد علي باشا الكبير لغرض أمني في الفترة دي. وانت هنا في الجمالية على إيدك الشمال بعد متحف خضير البورسعيدي هتشوف جامع أثري عريق اسمه تتر الحجازية بنت الناصر محمد بن ألاوون. الجامع قديم جداً، فيه قبة كبيرة منقوش عليها بقايا كتابات تاريخية، وله مئذنة حجرية كانت مكونة من ثلاث دورات اتهدمت منهم الدورة الثالثة اللي كانت بتضم شرفة المؤذن.